ناقل العلم بثه ما هو بحصري. القرية القرية محمد البيري، القرية القرية محمد البيري، القرية القرية محمد البيري. لا مده القرية وكل على جوه، الناس فيها علامة تشتي تسري، واليوم جاء من يرد الحق بالقوة، ملجأ الخصوم العقيد محمد الفيل. يا ويلي منهم، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اللي تسوى نفسه يسوى مفتوح باب السجن. القسطير كل شيء يجيبوا الأغراض بسرعة شباب، يلا القسطير والقفزات وحق التندور، يلا شباب يعطيكم العافية، خلصوا علي. يلا احكي لنا يا ابو علي عن الشغل الترتيب. زود المويه هنا، الدخول الاحمر ها، كم ذبيحه يا ابو عندنا علي؟ وعندك الخير، مرحبا والله، مسهلا ابن فهري، حياك الله، مرحبا والله بعقيد القرية، الله يرضى قدرك، وشرف لي اليوم اني اكون متواجد مع الحي الغانمه هذه. الله يسعد الوجه، والدخوليه الطيبه هذه صراحه تستاهل كل خير والله يا ابو حميد. انت مبدع العقيد، عقيد ولد العقيد، عقيد الله يرفع قدرك، اقسم. ايوه انت مش دخلت، انا انفجعت، جعلك تسلم. قالوا في واحد استناك بس اكيد ما هو يا رجال، قالوا عقيد فيري، قلت يا الله في يوم خير، انا اليوم طيب، اعطوه اليوم طيب بوجه الوجه الغانمه هذه، ومطاعم بالخيمان ترحب بكم، مرحبا والله ومسهلا فيكم، الله يرفع قدرك. مهما نسوي القناه ما قدمنا شيء، الموقف زين، وانت زين ابو علي، وشغلك طيب، وحنا من الناس اللي والله نحن معجبين بشغلك. اول شيء يا ابو علي ايش معنا ذا الليل؟ الليله معانا حنيد اللي يحبها قلبك، والله لو نقدم مهما نقدم في هذا المجال وهالقناه المباركه ان ما نو فيها حقها في ولا شيء، كلنا هذه قناه، هذه طال عمرك قلب زحمه، اقسم بالله احنا ننبسط ونستانس انها كل يوم من زود في زود، احنا طالعين منها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. هو اليوم معنا حنيد المرخوينه، كم معنا طلي؟ عجل علي، كم تبغى؟ كم معنا؟ نص افا يا ابو علي، ربع طلي، إيه؟ معنا طلي يحبه قلبك، ويش بعد؟ ها؟ طلي واحد، انت ايش تبغى؟ معنا طلي، وانا يا اخي ما ابغى اخرب، علمنا يا اخي، ما ودي خليني انا جايك ضيف، وابغى اشوف في كم، علمني كم واحد جبت علشان انا ما اكل عشاء ما هو لي، من هو؟ ابشر بعزك اليوم معك في شيء مسند لي؟ الله اكبر، ابن خيمان كلها لك، الله يرضى قدرك. لا 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 ما ابغى ابن خيمان، ما صل على، اسمع بعلمك الان، بنفرد انا وانت وننزل الحنيذ قدام عينك ذا الحين، الان بنزله وانا ابو علي. انت تدري يا ابو علي انا قد بيني وبينك تحدي على طبخ، اتحدى على فكره، ترى فيني ميزه واحده انا، سبحان الله، ترى بيني وبينك تحدي على طبخ، اسمع انا فيني ميزه، تراني طباخ، اقسم بالله اني اطبخ صح. سالتك؟ لا ما سالتني، لكن انا اتحدى، انا سالتك، انا اتحدى، انا ما اتحدى، انا اتحدى، انا ما اتحدى، الوعد قريب، لا انا ما اتحدى، اتحدى، انا ما اتحدى، من تحدى؟ انا ما اتحدى، اسمع محمد، انا ما اتحدى، انا عمري انفذ من دون تحدي، هاب كلها خوش، تدري ليش؟ اللي خوش، تدري ليش؟ تحدي، لا تدري ليش؟ شوف صلي على النبي، مطبخكم المطعم كفو، لكن شغلك انت كفو تحدي، من صلي على النبي، اذكر الله، قول من اللي احنا قول لا اله الا الله، يقول لك واثق الخطوات يمشي ملكا، وعمري ما اتحدى، انت تحدى، انا ادخل على الابداع، أنا ما أتحدى، خش على الإبداع، أنا فوق الإبداع، خلاص أنا أحب، بالعكس أنا أخش كذا عادي، أنا أخلي الإبداع هنا وأمشي، حقك في خطك شيء؟ أبدا لا، عجل علينا، وش قالوا؟ دايمين يقولوا مثال، إيش يقول؟ قال أنا أسبح، قال موية وعسل، تكذب الطاس، مش إيش قصدك؟ نعم أبو علي، الله المستعان، لا تخلي نقبها يا أبو علي، ما نقبها النار، الله يجينا ويجيركم منها، عطنا المرخه احنا ذا، خلنا ننزل توكلنا على الله يا ابو علي، رول الشغل الطيب، اصحى الغتره الباقر نفداكم، وين المرخ العلوم الطيبه، وين يلا وانا طالبك حمر الهوى بالي، بسم الله والله وانا طالبك حمر الهوى بالي، يلا هدا هدا، اصب راسك، معصوب معصوب، اصب راسك، اصب راسك يا احمد، بالفل والعدي والكادي، بالفل والعدي والكادي، وين العود اللي حرك فيها النار؟ الله يجينا ويجرك من النار، ها؟ وينه؟ عطه عطه، عجل عجل علينا، عجل علينا، عجل لا يزعل علينا، هو راعي الشغل وراعي الموقف الزين، جعله يسلم، استمع يوه، وش بيجينا من عشان ذا الليل يا ابو علي؟ ها؟ يا زين شغلك يا ابو علي، اول شيء بقول لك شيء، لبيك، صلي على الحبيب، اللهم صلي، هذا طال عمرك الرز، الرز طبعا في نكهة خاصة أسويها أنا طبعاً، شحمة البطن أنزلها دائمياً في وسط الرز، سلامت، قولي ليش؟ ليش؟ عشان الدهون، أخلي يقول لك دهنها فيها، منها فيها، أنت تدري إيش اللي عجبني في الموضوع ذا؟ سم
كيف؟ انا علمتك كل شيء صح ولا لا؟ هذه ودك انك تاخذ بدل انت لا تستعجل على حكمك، لا تستعجل. انا ما استعجل الحين، كل شيء قدامك يا ابو فهري، عرفت؟ بس ودي ايش تبي؟ تفضل ايش تبغى؟ يا ولدي وين التيه؟ وين بالله على ذلك يا مخرج؟ شوف هذه طبعا لحظه، هذه البقلاوه، هذه بقلاوه بالخيمان، هذه البقلاوه، عارف البقلاوه ذي؟ يا لطيف يا لطيف والله يا ابو الخيمان ودي اكلها. هذا شيء، انا ما اقول شيء، انا ما اقول شيء. شوف بالله، شوف البقلاوه شيء فاخر طبعا. نجي هنا اذكر الله وصلوا على النبي، شيء اللباني يحبه قلبك محمد. على مهلك نبداك، على مهلك. شوف 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 لا 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 طيب احنا خلصنا، بس في حاجه، في حاجه بوريكم دقيقه، في حاجه الظاهر انها متخبيه بس بطلعها. ايوه خلك معي، خلك معي هنا، خلك هنا. شوف 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 بالله، شوف بكلاويها طازه مفحوصه، شيء فاخر من الاخر. شفت شفت ها شوف بكلاويها، يعني الان ابشر بي الان نفداك. شفت هذه لما نحطها فوق المرخ وش تسوي في حياتك انت؟ خلاص استاذن. شوف بالله، شوف الجنب، انا طبعا مقسمها. ليش؟ هاي ذبايح يا ابو عيد. نعم نعم ذبايح، عشان اقس هذه جنب واحد اقسمها عشان تكون مقسمه على الصحون، تطلع من التنور اوزعها على الصحون مباشره. فالله يكتب لي فيه الخير. طيب شيء ثاني، وين راح؟ يا ابو علي ترى رجعت انا. الرجال دقيقه ما قسمتوا شيء. اصبر 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 جوعنا جوعتنا الله يرحم والديك. طبعا كل شيء هنا جاهز. طبعا هذا هذا هو المرخ، شايفين؟ هذا هو المرخ، هذا هو المرخ، عرفتوا؟ هذا هو المرخ مغسول جاهز، شايف؟ هذا هو المرخ، شايفين؟ مغسول جاهز، أخضر أخضر، شفت؟ هذا هو المرخ. طبعًا في غير المرخ، لأني أستخدم عشبتين للحنين. هذا المرخ وخلصنا منه، اللي هو إيش؟ هذا اللي هو السلع، هذا هو السلع، شايفين؟ السلع. يا لطيف يا لطيف. أنت تدري مكة يا شيخ أمس؟ شوف أنا أنتظر أبو علي. شوف شوف لا تبكي يا ابو علي، انا هدي. شوف بالله، شوف بالله، شوف شوف. فما ودي اقول شيء ثاني، نقول الله يجملنا. جمل يا ابو علي، جمل. وتابعونا وان شاء الله انها تكون ليله سعيده. ليله في التاكسي. شوف شوف بالله، شوف شوف ابو علي، ايش كم تطنشني؟ ها؟ في التاكسي عشان ما تضرب الضبط. ليله تجيب العافيه. انت اعيد الكلمه قلتها؟ في التاكسي. ايش ليله في التاكسي؟ انت حلوه. محمد تفضل. تدري لما ايه؟ تدري لما انا انفعل ايش اسوي؟ ايش تسوي؟ لا لا خلك خلاص بدنا نعمل شباب. اعطني قصتي، اعطني الحدي نفداك ونزل في هذا. طيب بدينا طبعا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم. نلبس اللي هو طبعا نلبس القلفز الحراري، هذا طبعا قلفز حراري، هذا قلفز حراري فعلنه. اي هذا قلفز حراري نلبسه، الله يجيرنا ويجيركم. هذا قلفز حراري لازم نزله ولدي، يعطيك العافيه احمد. هذا قلفز حراري، ليش؟ لأنك أنت بتنزل في التنور اللي هو إيش؟ القدر. في سؤال يا أبو علي. أمري. كم لك وأنت أحنذ؟ بعلمك. أنا شف طبعًا دقيقة، أنا أحنذ، شايفين هذا الرز؟ هذا الرز شايفين؟ قبل ما تنزل ترى في خلطة خاصة يا أبو علي. نعم في الرز. خلطة خاصة. شايفينه؟ هذه هي الشحمة اللي قلت لكم عليها. طبعًا الآن مش أسوي؟ انا احنذ وعمري 17 سنه ما شاء الله تبارك الله. طبعا عشان لازم الحراري، ليش؟ لان هنا التنور، التنور من هنا حار. اعطي الخيشه الفاضيه ذيك، الخيشه ذيك يا ولدي. قبل ما نسوي كل شيء، شو نسوي؟ ننفض يا رجل، شفت؟ ننفض التنور زي كذا، ننفض التنور زي كذا، ليش؟ ها يكون نظيف. نجي هنا عند القدر، نصلي على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد، اذكر الله وصلي على النبي، نقول بسم الله وننزله بالقدر. ننزل ابو علي في زين الموقف، لا يطيح يا ابو علي. اخو صالح انا. ونعم اخو صالح انا. ولد ابو علي في سؤال. امرني. قال الناس يوم يحنذون اول الحنيد، اول شيء من هو له؟ منطقة جنوبية. منطقة جنوبية. نعم. بالتخصيص؟ عسير. عسير. نعم. في كلمات وشي لا تقولونها اذا قد من الزون حريت تحمس كلمات ما تحفظ منها شيء. لا لا يا لا 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 يعني في لها والله وانا زي كذا والله وانا طالبك هاجيز زي ما يقول اهل الحجاز يسوون هاجيز لما يسوون الكبده فهمت؟ فاهل الحجاز يسمون اهل الجنوب يسمونها هاجيز
عرفت؟ طيب ايش حطيت شبك صح؟ حطيت الشبكه. ايش هو هذا؟ هذا الشبكه احطها ليش؟ طبعا الرز الان، ايش بجي الان اسوي؟ اشيل القلفز هذا الحراري، خلاص انتهينا منه. هات يا ولدي، لا اعطيني الصغار. اعطيني الصغير. فوق فوق. الحين هذا دقيقه يا محمد، دقيقه، رجع هذا كذا. هذا المرخ. المرخ طبعا شايفين المرخ هذا ايش اسوي فيه؟ انزله بالطريقه ذي. لا تلعب. ودي اعرف ايش فائده هذا، ايش فائده؟ علمني ايش هذا المرخ. يسموه العشبه، ينحط يمد زي كذا، عرفت؟ يمد وينحط ده. يعني احنا ناكل الحين هذه؟ لا ما تاكلها. كيف تاكلها؟ كيف تاكل هذه؟ انت كل شيء عندك يوكل ما شاء الله تبارك الله، كل شيء عندك. اصبر ذا الحين، اي شيء انا بعلمك ذا الحين، صبر علينا فداك عشان الوقت، عرفت؟ نجيب الثانيه. تفضل. من نفس الجهه. شوف، اول كانت سويناها كذا من المنطقه ذي، هنا المنطقه ذي الثانيه نعكسها كذا ونسيب. ليش؟ عشان يتمد بالطريقه ذي. شفت كيف صار مستوي محمد؟ شفت الان ممتد، ماخذ راحته، ممتد ماخذ راحته. ايش يسوي؟ عطني الرجال، عطني عطني الله يمنعنا منا. عطني ايش يسوي الان؟ تعال هنا احمد، جيب اللحم هنا، خليك هنا. ناخذ الراس، هذا الراس ناخذه ونحطه، عرفت؟ لا اي عرفت. وهذه الفخذ نحطها هنا. الرقبة. عندي شيبان نبغى ودي لهم الكبده. انا قاعد خلت تستوي. وجعان. اذا استوت عرفت؟ تبيها ابو عوادي؟ اذا استوت. لا الحين ما خلنا وهذا الظهر مقسوم حطيناه. قصدك نحط الاجزاء الصلبه؟ نعم. عشان نوضح صح. عرفت؟ ممدود امد. يا ولدي جهز لي المرخ. يعني اشياء اللينه فوق صح؟ ليه؟ عشان تكون سهله في الشيل. ولا النجاح سوا؟ تنجح سوا؟ سوا ما يحتاج. عشان يصير انك طبقتين. طبعا هذا مطعم بن خيمان، واحمد الله واشكره، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سبحانه. يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طيب في فرق بين المندي والحنيذ صح؟ نعم. وكلها موجوده في مطعم بن خيمان. نعم. لا انا عندي حنيذ جنوبي. اعطني المرخ يا ولد. عندي حنيذ جنوبي، ما عندي مندي. نفس الطريقه الاولى سويناها. هاي الطبقه الثانيه. اي نفس الطريقه الاولى، نحطها في الجهه ذي ونمدها مد. انتم بس تفرجوا. ايش تبغون مطاعم بن خيمان؟ تعالوا. مرحبا والله مسهلا. طبعا تيوسنا جنوبيه من محايل عسير. والشغل يكون بسرعه صح؟ لازم. بس عشان انا عشان قاعد اشرح ما عليك عادي. فهمت؟ اعطني الحين. نجي هي الطبقه الاخيره. الطبقه الاخيره اللي هو الجنوب. نحطها كذا الجنوب بالطريقه هذه. بالطريقه ذي. اهل الله والموقف ما احسن. بالطريقه ذي نحطها. انتم ما شفتوا شيء. يا عبد العزيز. ايوه. كيف حالك؟ الحمد لله. حبيبي انت. حبيبي. ابويا انت. روحي انت. ايش هات. اخويا انت. صديقي. حبيبي. ايوه. طيب انا اعطني القفله. اعطني المعصيب. طيب البقلاوات قصدك؟ ايه. معصيب. والله ربتي. اعطني السلع. طبعا شايفين الحين هذه كيف تسوي فيها؟ شايفين؟ الله الله. شوف الكبده هذه والكلام. الله 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 الله. حطينا السلع. عرفت؟ حطينا السلع. دقيقه. ايدك كل. ايه يا صلاتي. ايش يسوي الان؟ يا نهار اسود. ايش يسوي؟ شايفي كيف؟ شوف. ما شاء الله. شوف. قلبي ابو علي ما يتحمل. ما شاء الله. وش اسوي الان؟ اسوي هذه فوقها. هذه الختاميه. بس تدرون قبل الختاميه ايش بنسوي؟ لا 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 لا. الله يمنعنا بلا حرام يا الحرام. قبل الختام ايش نسوي؟ طبعا المرخ يسمونه المسل، اللي هو ايش؟ النحيف. اجي واحطه كذا، اخلي كذا راكد، شفت؟ ثم اصيبه كذا، شفت؟ كذا بس، شفت؟ ناظرني، شوف، ناظر. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا اشرافي في مطعم بن خيمان، اشرافي وتحضيري، واشكر القائمين عليه شكر ويعطيهم العافيه، سواء في غيابي او في حضوري ما يقصروا، يشتغلوا بلسان ابو علي، واشكرهم جزيل الشكر. فالله يوفقهم ويكفينا يكفيهم شر من فيه شر. اللهم والحمد لله. هذا ندل على شيء، ان متقين سبحانه وتعالى ويكون صادقين مع الله ثم صادقين مع البشر. ونسال الله العلي العظيم التوفيق لنا ولكم على ما يحبه ويرضاه. كذا قفلت. يقول من يقول لكل مجتهد نصيب. ما وصلنا للشيء هذا الا بعد والله تعب واجتهاد. يا ولدي جيب القصير رفدك. فالحمد لله، اللهم لك الحمد. كذا احنا خلصنا، باقي عندنا الان نحط القصير. لبيه هذه المحمل هذا يشيل طلي طليين ثلاثه ولا عندك انواع؟ لا هذا يشيل
انا الان انا سويت له مقاس حلو، هذا شيل ثاني طليان وشيل معها اربع صحور رز. حلو، عندك انت اشياء تشيل قعدان تشيل طليان تشيل القعدان الارضي، القعدان الارضي عندي الارضي طبعا، بس هذا القعدان الارضي. طيب ابو علي سؤال، لبيه لبيه، تروحون بيوت نروح بمحنتكم بمحنتكم الله صح؟ الله واشراف اذا وشراف. ونعم اذا انه تغير عن الطعم تغير فيه شيء ها لها الحق في حاجه. وعلى فكره تيوسنا لبانيات، تيوس عندنا تيوس لبانيات وعندنا خرفان على الطلب حرين عيني. تطبخون مندي؟ تطبخون طبخ عادي؟ نطبخ حنيذ، نطبخ عادي، نطبخ كابلي، نطبخ سليق طايفي، نطبخ عربي. طيب لو جاء عندي ضيفان انا ايه ضاق الوقت اقدر اروح المقلبه؟ نعم ادق عليك على طول؟ اتوفر لك كل شيء، مطبوخ جاهز، مطبوخ جاهز بالمقاس، ابغاهم اطلب. قلت في عندك صغير، في وسط، في لباني، في جبر، قل ابغى شيء. وعلى اشراف ابو علي الله المستعان، ترتيب ابو علي الله المستعان. حي والله عينك ابو علي، عين باك. وما يحتاج ايش نسوي الان محمد؟ الـ 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 الفكره الاحسن والاحسن عشان تكون مرتاح وتكون انت تكون ضمنت انك شغلك سليم، تكون ايش؟ تمسك القسطير عبد العزيز، تعال تمسك القسطير زي كذا تلفه، تعال يا ولد. الله يرحمه الله يرحمه، تلفه بالطريقه هذه. ليش؟ لا يا ولد، روح روح لف 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 بالطريقه هذه تلفه. ليش؟ ممكن احيانا تكون في البر، احيانا تكون انت في البر كاشت في البر، فوق فوق فوق، اوبر 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 نيتيني اوبر ايش بودات شاي سمك يا ابويا انت حلو. فبالطريقه قول لي ليش بالطريقه هذه؟ انا اوريك الحركه الحين بالطريقه ذي. شفت الحين هو يتبخر صح ولا لا؟ خلاص عبد العزيز هو يتبخر، فهمت ايش اسوي؟ امسكه بالطريقه ذي واحطه على بعض، خلاص باقي يتبخر. اسوي بقى كذا كذا الا واتبخ كذا 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 كذا، انا ضمنت عن عن الاتربه عن شيء. وش اسوي؟ طبعا الخيشه هذه متبلله ماء، متبلله ماء، ايش نسوي فيها؟ لا لا اقلبها، ارجع كذا. شوف شايفين الخط هذا؟ هذا مع الغطاء، شايفين الخط؟ الخط مع الغطاء. ولا الثانيه؟ طيب اعطيني اعطيني الغطاء منك، اعطيني الغطاء الحديد. وش نسوي يا شباب؟ طبعا نغطيه بالطريقه هذه يا شباب وكذا. ايش نسوي؟ طبعا يا اخي ابعد عني يا اخي، يا اخي ابعد عني عشانك مضبط الماء. ابعد، ترى عندي مشكله انا بدي تمام هذا هذا، ابعد عني ترى بعد الشباب اقول بعد بعد الشباب. انت عشان الحين شوي ايش بك انت شوي شوي؟ طيب هذا مليان مويه؟ مبلل مو مليان، مبلل. في فرق بين مبلل؟ اي نعم، يعني راوشه كذا، راوشه راوشه. عرفت وش يسوي الان؟ ايش كنت تسوي؟ شفت ابويا اطلع لا لا اصبر الحين مو طح 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 طح، لا لازم هو شيء. نعم مين؟ اسمع اسمع يقول مين؟ انا صرد عليك كنت؟ يلا انا اقول مين؟ محمد. انت بتطمني بك مين؟ انت اللي قلت باه باه عادي باه. ايش هو ذا؟ هذا؟ هذا رجال في الوادي. ليش دق؟ اصبر لحظة يا ولدي لحظة. لا 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 في سر، في مشكلة محمد. لا لا لحظة لحظة في لا دقيقة 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 ايش دقيقة بحلا. لا 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 عبد العزيز اوبر جايجة اوبر اوبر جايجة اوبر استي 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 اس احمد وخر اي لا انت عشان لا انت عشان احمد انت عشان دقيقة اي سبت مارونجا ايش تقول مارو 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 استي 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 اي اي نيتشه 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 لا يخرب عشانه ايدر 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 لا يخرب عشانه لا يخرب عشانه اوكي نيتشه نيتشه لا يخرب عشانه كذا احنا قفلنا كذا مكتوب عبد العزيز حبيبي حبيبي ابويا شيلوا الاغراض هذه شباب كذا احنا قفلنا بس نحط له طوبتين حجر هنا ونعطيه يا شباب وين القسطير يلا يطول عمرك ابو علي وين القسطير شباب يلا لف سوى سوى اول ها ليش عشان الجو بارد لازم نلف على التنور كامل ليش عشان الجو بارد وانا ارتاح واكون انا مطمئن وانا متاكد حتى بدو جيب اثنين طوب كبار حجار شوف دوره هنا ابو علي لبيه. فيه موقع لكم صح نعم موقع نعم وصف خش على جوجل واكتب مطاعم ابن خيمه ارقام التواصل موجود ترد على طول كل شيء اللهم استعان متواجدين انزل تحت يا شمسان انزل تحت نفداك انزل تحت 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 امغيت جوعتني انا هنا وما عاد نسكت احنا ما نقدر نقول شيء ذا الحين والله ما اقدر الان ما نقدر نقول شيء بعد شوي بعدين لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا جنوبي النثر همه على غيمة جنوبية جنوبي النثر همه على غيمة جنوبية لا 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 يا ابو علي يا ابو علي الله يخليك لنا ويخلي المحنة لنا لا 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 يا لا 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 يا حبيبي والحجر يا ولد ابويا ابويا انت اهم شيء العشاء هذا يا ابو فيه لي انك اليوم تكون معي متواجد وتشرفني بعد شوي نطلع انا وانت سوا والله واحتجب من ذمتم انا ما اخت اليوم ما لي غنى عنك والله ابشر الحين الساعه 9 وكم و14 دقيقه حلو الساعه 11 إلا 15 دقيقة ما يمدي ناصر الغامدي يقول أعزائي المشاهدين يقول تعال فتسفر وين بيروح ذا الحين وين بده السفر السفر ذا المنطقتي والسوالف والعلوم الزينة والله الله المستعان مع الوجهة الطيبة هذه الله يرضى قدرك شيء يشرح الخاطر خلي شلون هذه نفدك والله معي دولة ضيفاني طيب تودعهم يعني لا ما نودعهم طيب. معنا ذا الليل مرحبا والله مسهل واقف معنا انا اقف سوا هذول رفقاتي في العري في خاطرك شيء؟ ها؟ خاطرك شيء؟ ابدا ايه ابدا عشانك معشينا بس انت في خاطرك شيء؟ بس انا علي في خاطري شيء. انت شنو؟ ان شغلك زين، هذا اللي يجبر الخاطر اني ما اقدر اقول لك شيء، شغلك طيب وما قلك زين. يا ولد جيبوا الحجاره هناك نفداك ونحطه على ذا. يا عشان بسرعه يا شباب. مالك، تشكفون. ابو فهري. بيك انا. انا صراحه انا دائميا اعوذ بالله اني اتابع فقرتك الظهريه. تسلم. والله مبدع. تسلم يا اخي بس فيك عيب واحد. ايش؟ لا تزعل مني. انا ما ازعل، ولا احد كامل. يا اخي ليش؟ يا اخي بسم الله عليك يا اخي. الله الله يحرسك يا اخي والله العظيم شوفك تنفخ على الشباب اني اتفرج بطانيه اقول كذا الله يكفيني شرف الراديو بس الحين شفتك ماشي يقولون عقيد عقيد نعم وينك من عقادت سمعت مسهني يا ابو علي سم انا عقيد ما قلت شيء في خاطرك شيء ابدا اكيد الله كلام انا لما اقول كلمه ما ارجع فيها والله انك صامت ويني من عقيدتي انت قادح الله عليك ابو الله, الله. انا في وجه الله ما تحرم انا ما اقول شيء شوف احنا نطلع ان شاء الله اللي زين قدام انت الزين اي والله ما احتاج وين حصل قصور فلا احد كامل الكمال لله سبحانه والله فلا احد كامل لا ابدا بس انا اقول رجال بعد رجال طال عمرك تحبه وتغليه ود انك انه ما يسوي الموقف ذا يما يتعدل معك بالكلمه الطيبه ولا يتعدل طال عمرك معك بيش بالمشاعر كلام يا اخي لا تختر لا تخرع كلام والله كم كلام خربطه يا اخي ما هو كذي يا اخي اهدى اهدى انا بدرعه ما لا تسطح عوذ بالله من الشيطان ضيعت الهرجه تدري يوم حلقت بحر 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 شو انت تدري يوم حلقت لا تخبط خبطتي اني يوم حلقت العرض اني اختلعت من وجهي ولد اليوم شفتك في السناب قلت احمد من هو ذي؟ قال ابو فهري قلت يا رجال غلطه تصدق انه اخوه والله اني يوم حلقت العرض اني اختلعت من وجهي ليش طيب؟ يعني اني عقيد عقيد وعندها انا عقيد يا رجال مرحبا ترحيبتم والله انت عقيد اسمع مني مرحبا والله وسهلا مرحبا والله ترحيبتم من الوزن الثقيل ثقيل ترحيبتنا يا لا 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 استودعتك ربي انتبه اذكر الله وصلوا على النبي يا جماعه قولوا لا اله الا الله والله يبارك لنا ان شاء الله في ذا العشاء الليله عليكم الله يقولون ما شاء الله ومرحبا والله وسهلا ابو علي في مطاعم بالخيمان غرب الرياض حي الموسى شارع سليمان بن عبد الملك مرحبا مليون متصل نصل في اي مكان نكون خدمتكم عشان. شرف لي وانا صبي ابن شهر ارحب يا عبد العزيز يلا حيه مرحبا مليون ارحب يا شمسان ارحب يا احمد عدوا عدوا الاغراض هذه تكفون شيلوها دو هناك حطوها في الثلاجه حقت المرخذي المرخذي شيلوا الدنيا نفداكم شيلوها اهلين بالابضايات يلا حي شباب